الأجزاء من الثانية تهانينا لمطر بن محمد بن مطر بن غدير الاشتبي، تهانينا لجميع الفائزين. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، شكرا للزملائي على التواصل. ها هي الانطلاقة لشوطنا العاشر، تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه شوطنا العاشر الخاص هنا بأيضا اللقاية القعدان المهجنات الأصايل لأبناء القبائل في أمسية تراثية جميلة هنا في أرضية هذا الميدان في هذا المساء الرياضي. ننطلق معكم في القعدان المهجنات الأصايل وعاشر الأشواط، وبداية بصدارة بالمقدمة بالمركز الأول. هنا من ينطلق على صدارة وعلى المقدمة مشغل راشد بن سعيد الرميثي، من يأتينا على صدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني براق عوض بن حمد بن بيات الرميثي، من يأتينا على المركز الثاني. بينما المركز الثالث من الجانب الآخر يتواجد هنا الطاير خميس بن خليفة بن خميس الخيالي، أو وصل هنا ناصي لسعيد بن راشد بن سعيد اليابري، من يأتينا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس والوصول على خامس المراكز والانطلاق هنا من مكرم لشعيل بن عبد الله بن عبد الهادي بن حمران المري، من يأتينا على المركز الخامس. وفي المركز السادس هملول خليل بن راشد بن علي الشام على صدارة في هذا الشوط مع الكيلومتر الأخير، مشغل لسيد راشد بن سعيد بن أحمد الرميثي على صدارة على المقدمة على المركز الأول والقادم. أحلى يا سلام، الله 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 يا سلام. هناك أيضا نازال فراع الشنار بن محمد الهاجري، وهنا بشار لسعيد بن خليفة بسطان بن رشيد السوادي، ولكن أرى شعار الصمود قادم بكل قوة في هذه اللحظات يتسلل هنا. مشاهدينا الكرام، من يأتينا هناك ايضا السيد مظفر بن محمد بن سعيد بن الحضيري العامري، من ينطلق بهذا الاداء المميز. وهنا ايضا الوصول 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 من الزعيم بن محمد بن سعيد بن منانه، وبشار بشار بشار وسراب بشار وسراب يا سلام بشار وسراب. الوصول ايضا من الكاسبي، الكاسبي بيكتب الرهان، الكاسبي الكاسبي الكاسبي. الله 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 الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الكاسبي كسب الرهان، كسب المتقدمة، كسب الفوز، كسب الناموس. الكاسبي للسيد مطر بن محمد بن دحروي العامري، يا ما ذعت على ابوك والله. الكاسبي 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 الكاسبي، تهانينا والناموس. سلام مرغم، سلام 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 مرغم على هذا الفوز الجميل. تهانينا تهانينا للسيد مطر بن محمد بن دحروي العامري. بشار في المركز الثالث، سعيد بن خليفة بن رشيد المركز الثالث، سالم بن محمد بن عطيل العامري المركز الرابع، محمد بن علي بن قريب المركز الخامس. مشاهدينا الكرام، من وصل لسالم بن عنزان بن خاتم النعيمي، من وصل على المركز الخامس. هذه الخمسة المراكز الأولى، نعود بالتهنية لأبو محمد أيضا، تهانينا والناموس للسيد مطر بن محمد بن دحروي العامري على فوز الكاسبي بالمركز الأول. 7:40 سعيد من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز، وليس بناموس واحد بل دبل دبل ناموس، لأن إنتاج 100%. المركز الثاني بشار، من وصل لسعيد بن خليفة مسطان بن رشيد ب7:41 من الثانية. بينما المركز الثالث من وصل على ثالث المراكز في هذه الانطلاقة هنا كان من نصيب ايضا سراب سالم بن محمد بن العضيلي العامري ب7:42 جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم،